مراقبة المقالة يعني السيدات والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية. تفضل السيدة النائبة. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، لا نختلف كون أن المقالة تمثل ثروة وطنية كبيرة، إلا أن التدبير الفوضوي الذي تعرفه يؤكد سؤال أو يطرح سؤال مسؤولية المراقبة بإلحاح، وعليه نسائلكم السيد الوزير عن حصيلة هذه المراقبة وعن جهود الوزارة لتأهيل جهاز المراقبة، خصوصا وأن أغلب المقالع في غالبيتها والتقارير المرفوعة إليكم تبقى بعيدة عن الواقع، وشكرا. شكرا للسيدة النائبة المحترمة. جواب سيد الوزير. شكرا للفريق المحترم النائبة المحترمة على هذا السؤال. عيت حالي إلا جاتني التقارير المعددية شنو خصني ندير؟ واش يمكن ليا يعني كاين لا باش يكون الامر واضح، نحن نعتمد على المؤسسات الموجوده عندنا. هذه المؤسسات اللي هي معنيه بالمراقبه في كافه المجالات، يبدو لابد ان ندخل الى جيل جديد من مؤسسات ديال المراقبه. انا كنعتقد يعني في اطار الدستور الجديد، وهذا الشيء على جال القانون ديال المقالع اللي فيه ثلاثه ديال المحاور الاساسيه اللي كنتمنى اننا نعجلوا به في اطار توافق. فيه الاول وهو تشجيع الاستثمار في المجال ديال المقالع لحاجة البلاد لهذا الشيء والأشغال العمومية بصفة عامة. الأمر الثاني هو تكثيف المراقبة البيئية والمراقبة المالية باش المداخيل. والمسألة الثالثة وهو أننا نمشيو لعملية ديال تتمين المقالع. أول مشروع بادين فيه هو المشروع ديال بن سليمان، وغنمشيو لواحد العدد ديال الأقاليم. فأنا كنتمنى أننا إذا كانت هناك أفكار، حنا الآن تعاقدنا مع لي طوبوغراف، درنا عملية الآن على كل جهة خضينا طوبوغرافيين باش يخرجوا هما ويحدوا لنا المقالع. اليوم الان في القانون الجديد غنفرضوا التكنولوجيا في واحد الحجم ديال المقالع بالكاميرا الى غير ذلك، ولذلك الفراغ موجود على المستوى التشريعي اللي كيتسلل منه ما يمكن ان يتسلل، ولذلك هذا القانون كنتمناه ان شاء الله تكون مقترحات لمزيد من المراقبه. شكرا للسيد الوزير. تعقيب السيده النائبه. هناك تعقيب؟ نعم. تفضل السيد النائب. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير المحترم، اولا نسجل لهذه الحكومه المنهجيه التشاركيه اللي اتبعتها في تنزيل هذا مشروع القانون من جهه، والتي تحسب لها. المساله الثانيه، نتمن كذلك مساله وضع هذا القانون الجديد اللي غيضع حد العشوائيه ديال القرن من الزمان. إلا أن سيد الوزير المحترم، هذه المسألة ديال المراقبة حنا جبناها لأننا نعتقد جازمين بأن مسألة ضعف المراقبة لها عواقب وخيمة. أولا على مسألة أن فيها ضياع المصالح ذوي الحقوق من الجماعات الترابية والسلالية وغيرها. المسألة الثانية هي أن فيها كذلك ضعف التثمين ديال المنتوج، ثم هناك اختلالات كبيرة اللي تنعرفوها تلحق بالبيئة. والدليل الأكبر دليل على ذلك هي الآن يعني يعني المقالع اللي متوقفة. شكرا للسيد النائب المحترم. هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضل السيد النائب الفريق الاشتراكي. شكرا السيد الرئيس. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، احنا في الفريق الاشتراكي فقط نريد ان ننبه الحكومه على ان هناك تفاقم لمشكل المقالع العشوائيه في ظل حكومتكم السيد الوزير. فبعد ان اعلنتم السيد الوزير عن لوائح المستفيدين من المقالع، كنا ننتظر ان تقوم الحكومه. الله يرضي عليكم، تشوع علينا الهواتف النقاله. الله يرضي عليكم. اسمح لي السيد النائب، تفضل. كنا ننتظر السيد الوزير ان الحكومه ديالكم يعني تقوم باجراءات في الميدان، انها تخرج يعني لجان تفتيش المقالع اللي تعتبر بما انها لا تستجيب للمعايير المتفق عليها ولا المنصوص عليها في القوانين القانون المنظم للمقالع، فكنعتبرها بانها مقالع عشوائيه. كذلك ان تقوم الحكومه بزيارات ميدانيه لهذا الامر، هذا للوقوف على الاختلالات ومعالجتها.
كذلك ازدادت المقالع العشوائيه كما قلنا السيد الوزير، وقلت المراقبات، نهب ثروه المقالع ليل نهار، والحكومه في هذا الباب هذا ترى وتسمع ولا تحرك ساكنا، فكاين نهب ديال الرمال والنهب ديال الثروات. شكرا للسيد النائب. تفضل السيد. شكرا السيد الرئيس. في اطار التعقيب الاضافي، حنا كنتسائلوا بعد ما كانت ثلاثه الجهات على الاقل اللي كتبع هذه العمليه ديال المراقبه والترخيص من سلطات محليه، وزاره الداخليه، وزاره النقل والتجهيز، وكذلك وزاره البيئه، اليوم واش هذا القانون غادي يحد من هذه الاشكاليه ديال تشتت الناس اللي كيتابعوا هذه العمليه ديال المقالع؟ ثم صحيح بعد الاعلان على اللوائح جاء القانون، لكن اليوم واش السيد الوزير في هذا العهد ديالكم رخصتوا شي مقلع؟ شكرا. شكرا للسيد النائب. تفضل السيد الوزير. او في هذا العهد ديالنا كنعاود نقولها، اللي بغى شي مقلع خصو يتعطى له في اطار القانون. وراه جيت للبرلمان وقلنا بان المقالع ما كتشبهش النقل. المقالع كيحكمها الظاهر ديال 1914 الذي يتحدث عن التحرير حر اللي بغى يستثمر. ولذلك ما عنديش انا كوزير الحق ولا اي جهه تقول هذا نعطيه وهذا ما نعطيهش، الا الشروط اللي جايبها، شروط بيئيه، شروط تقنيه، والتزامات ديالو، وما عنديش الحق نغلق الا اذا خالف الشروط. اللي من خلالكم اقول للساده النواب والساده السيدات النائبات والراي العام، ليس للوزاره الحق ولا لاي جهه ان ترفض لشخص وان تعطيها لشخص، لان جاتني شكايات اقولها، هذا قطاع محرر وفق شروط واضحة. لذلك راه غنعلنوا على اللائحة الجديدة المقالع اللي رخصات لها الحكومة وفق هذه الشروط، من المسطرة اللي نص عليها المنشور ديال السيد الوزير الأول السابق سي عباس الفاسي اللي به كنشتغلوا الآن في انتظار خروج هذا القانون. الأمر الثاني، لا باش الأمور تكون واضحة، لأنه كتجيني شكايات أنه يمكن إدارات كتقول لا السوق لا يقبل، ما يمكنش نرخصوا بزاف، لا واحد ما عنده الحق يحدد السوق إلا المؤسسات ديال التقنين اللي كاينة في البلاد. فملي كيكون واحد القطاع محرر محرر، هادشي واحد يقول له عندك دير حانوت ولكن ما ديرش حانوت حداه لان غضيق على الحانوت، ما كاينش شي قانون كيقول هادشي. باش يكون الامر واضح، الشروط التقنيه والماليه والبيئيه هي التي تحدد، والسيد عنده الحق، اللجنه الجهويه البيئه الى غير ذلك. المراقبه اليوم عندها منطق، كاين اللجنه الوطنيه المقالع ماشي كتراقب كتاخذ تقارير، لكن المراقبه كاين لجان اقليميه تحت وصايه العملات والاقاليم هي التي تشرف على هذه المراقبه. لذلك اليوم دعمناها بطبوغرافيين، لانه خاص خرج بالزنا ما قداش تحسب. الامر الاخر، الليل، انا نقول لكم واحد عدد الناس لما خرجنا هذه ديال 50 ديال 5 دراهم شو ولاو كيديروا، لان 5 دراهم كنمشيو ناخذوهم من المقلع اللي كيبيع، ولاو كيديو المخازن، المخازن تيقول لك انا عندي جبتو هذه مده، وبالتالي فالان مشينا في القانون الجديد. شكرا. بما كانش معذره الا سمحتي لي نقصها لي من اللي جاي. تفضل. مشينا الان في القانون الجديد غنبدا نسولوا المصدر ديال الرمله ماذا ينتج، وغنسولوا ايضا مكان الاستهلاك، غنمشيو عند الجزئيه يعطينا الفاكتوره ديال المقالع، غنمشيو عند الوزين يعطينا الفاكتورات المقالع، غنمشيو طرف الحال ما غاديش نزلوا التفاصيل، ولكن غنمشيو المصدر ديال الانتاج، وغنمشيو للمكان ديال الاستهلاك باش نديروا المراقبه. شكرا للسيد الوزير.